صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، وصباح الياسمين. كيبقيتي ولاباس؟ كيبقاو الميمات؟ تنتمنى على الله تكونوا على خير وصحة جيدة وراحة البال. هاد النهار صبح عليكم من الهواء، طلقكم دابا بيوتي دمحد الفوكس عندنا، وحنا نبروفيتيو في الهواء، يعني في الطبيعة إذا ممكن. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم باش ندوزو ندير لكم واحد، باش نبدل بديت تنغير لكم شي شويش باش ما نملوش. هذا طبعا الا عجبكم الحل، ما عجبكمش الحل خليو لي كومونتير باش نعرف شنو، باش نعرف شنو نبقى تنتبع في الفيديوهات. المهم باش نقسم معكم نصائح، طبعا انا الاهم عندي هما النصائح، من داكشي الاخر هي زايد. وباش نديرو واحد الطبخه سميتها واحد الطويجن بالمغربيه، قال لك طبخه واحد الطويجن من الجردة عندي، اللي عارف شنو هو نقول له باز وندوز نشوف. فوالا شتي النوبوتات هكذا تيكونوا واجدين. لم ابو زعما هذا الشيء كيف في المشوي؟ فوالا شفتي، وهذا اللي عندي جا عنده الهادو فوالا شفتي السيرفيس اللي ديجا واخد هادو تيجيبهم معاهم تيكونوا تغسلو، واللي مازال ما خداهمش تتكون موجدهم باش ما باش ما يلصقش المرض. فوالا حبيت نوريكم هادي، ولاو تيعطوها عندنا في هادي اليسرى وهادي اليمنى، تيعطوهم في الدخله ديال المكازا باش تنتقداو، باش ملي تنحبو نتقداو شفتيو تنهزوها هكذا تنحيدوها، تنديوها معانا بجوج باش نحيدهم بعدا تنسالي تنخوي الشاغيون، و تنديروهم في الماكينه ديال اللواني تيتغسلوا. عاد ملي يكونوا جايين تنقبطوا ونديروهم هكذا باش تنقبطوا يدينا، باش الميكروبات وحدين اخرين ما تيجيوناش، حفاظ على الصحه وعلى هاد كورونا. شوفوا الناس فاش تتفكر، شوفوا الناس حيت عياو بديك فشفش ومسح مسح خرجوا هذه. وتهنيت نسيتي هاد براسك. المهم فوالا شفتي المكازا كل غيض هو اللي دايرها، او سي مانيفيك الصراحه. الناس تتفكر فوالا هاد النهار كيف ما طلبت الاخت من هولندا، يمكن اللي في اوروبا حيت عارفه المغرب، يمكن يعني جو نسي با واش كاينين مكازات ديال السونغلوتين او ما كاينينش، ما نقدرش نقول لكم. اما علينا حنا في اوروبا يعني كاين، والمانيا هي لالهم واسبانيا حتى هي فيها، اما بلجيكا شي شويش. السونغلوتين كاين هذا الحليب، راني كنت شاركت معكم، كاين في انواع واشكال كل واحد على قدر جهدو. تنجيب هذا بحال دابا الصباح الفطور، دابا نشارك معكم فطور السونغلوتين باش اللي تهمو الامر. انا البسكوي خلاص، حيت البسكوي شويش تيعذب ديك، هذا تنجيبو واجد بسكويات دابا باش انا تنشربو بهم القهوه. هذه مادلينا هكذا دايره شفتيوها، فوالا تتبقاو تقولوا لي السميه، هي هذه السميه الا تبات تبان لكم. السونغلوتين هذه هي العلامه اللي تيديروا لنا السونغلوتين شفتيوها، فوالا. وهذا حتى هو لا ميم شوز كوكيز، حيت لابد لنا ما نبقاوش يعني بالجوع. شنو الاخر عندك؟ هذه صلات عندي، عندك هذه حتى هي هكذا دايره حليب الشكلاط، وعندنا هذه الباسطه اللي تتباع كانت في المغرب فاش كنا صغارين، تنمشيو للمدرسه تنشكو الباسطه من عند سميتها، تنقولوا لها الباسطه زمان الزموني، لا عقلتي عليها الداخل تيكون فاني ولا تيكون شكلاط. فوالا وشنو الاخر اللي تبنا الشهاده؟ هذا الشيء هو كونفليكس خلاص ديال الذره باش ولكن تنزيد فيه، يعني واخا هكذاك تنزيد فيه شي حويجات. عندك هذا تنزيدوه مع القهوه حتى هو، تنديروه في ليوات شكلاط بيو، يعني ما فيه لا حليب لا حتى شي حاجه زايده، تنحافظوا دائما على الصحه، لان هي طريطقه ديال شي حاجه راها تضر. نشوف نجيب فوالا عندكم هادو لي بات هكذايا دايرين حتى هما، هما هاد البرودوي هذا غالي، هو هذا اللي قلت لكم فيه العلامه السونغلوتين، ولكن ما عندنا لاين ما نموتوش بالجوع، نسمحوا في راسنا لابد لنا. هادو لي بات تنقلوهم
وهذا هذا حتى هو العشيويه ولا الصباح ولا يعني كل واحد كما تنقول دائما على قد الجهد ديالو. اما الشكلاط اللي سقسيتيني ديك النوبه على مالي السكر، انا ماما الله يرحمها فاش كانت تجي عندي ولا تكون تنهبط تنشري لها، هذا دابا نوع جديد باش نكونوا شي، كنت ناخذ لها من كارفور، كنت ناخذ لها يعني هذا، هذا دابا من كولغويد، شي كله من كولغويد المغازان ديال كولغويد تجيب هذا الشيء. هذا الشكلاط ما فيه لا سكر لا حتى شي حاجه، نوار يعني اللي فيه اللي فيها مرض السكر ولا اللي فيه مرض السكر ولا اللي تيحاول يحافظ على يعني يحافظ على صحيحته تنقصوا السكر. دابا انت تدوز هي ملي تنديرو 30 عام نورمالمون تنبداو نقصوا من السكر، تنقصوا من الملحه، تنقصوا من داكشي الشحومات والدومات باش تنبقاو محافظين على اولا صحتنا وثانيا لاطاي ديالنا تتبقى مقاده. هذا هو الشكلاط، تعرفوني انا قهوه والشكلاط وداكشي لابد منه حيت هذا تيساعد على الدقه ديال القلب وتيصوب لك بزاف الحاجات. الشكلاطه متي مغصو في النهار شنو كنت ماش نقول صافي، وهادشي اللي كتب الله باش نديرهم في يتغسلوا في لافيسيل، وانا باش منين يتغسلوا نديرهم عندي باش منين نمشيو نتقطعو نسيبهم واجدين عاوتاني ما تناخذوش حدين اخرين، ماشي تناخذو نقيلو ناخذو لا تنكونو يعني عارفين شنو كاين سهلين الناس باش تتفكر في اللافيسيل. شفتي هو هذا الفرن ديالنا اللي جبنا، قول لي كلشي تيعرف الفرن. ودابا حنا بالله حيت ما تنصيبوش سخطو لي ما ساكنش في العاصمه ما عندوش منين يجيب الفول، ما كاينش في هذا الوقت. هي انا تنديبو مشرمل ما تيعجبنيش سبحان الله العظيم اللحم، كيف تتعرفوا ما تناكلش اللحم، باش نديبو مشرمل على طريقه ديال اختي الله يرحمها تيجي غزال لذيذ، ومن بعد نحطوه. فوالا دابا نمشي ندير داك التزويته كيما قلت لكم على الطريقه ديال المرحومات اختي. داك التزويته تندير مطيشات جوج مطيشات بزايد على حسب انا دابا كل واحد على المقدار ديالو. انا هادشي اللي جمعته من الجرده ما عرفتوش واش كيلو او المهم داكشي اللي كتب الله. فوالا شفتي دغيا دغيا بدات تتغلي. انا ما تنديرش تيكون الزيت سخون، تنديرو في هذا بارد باش ما تتحرقش الزويته، باش نزيد عليها الفول. انا تنغسلو قبل ما تنقطعو على فكره باش ما تيدخلوش الميكروب لداخل، تنخليه صحيح وتنهردو وتنغسلو وتنديرو باش نديرو هكذا. قلنا بسم الله ياك، هادي اول ثاني طبخه لي ديالي معكم. فوالا تندير هذا الفول، تنزيد عليه ل جيبيه معلقه نص معلقه باش نقص شويه باش ما يتحقق الناشي. القزبر والمعدنوس بزايد كما تتشوفوا عندي جامد، ولكن ما عندنا لا هنا شي اللي كتب الله، انا ما تيعجبنيش كلشي جامد. درنا القصيبر راه ساهل يعني وتيجي ماش نقول لكم شي يعني لذيذ. انا هاد النوع هذا هادي التويمه انا تندقها في هاد المهرس هذا ديال الخشب، تتعطي المذاق وتطلق ديك الزيت حسن من ديك لاباراي ديال اللي تنبزطوها فيها، ولكن كل واحد وراسو. درت هنا التويمه ولا والمليحه تنفرقها هكذا صافي صلات على النبي. باش نغطيها من بعد نكملو لان تتنزل تطيب ونكملو.
على فكره ما تنزيدش الماء بزاف، ما تنديكش فيها الماء، تنشلل غير ديك المهيرز اللي درنا فيه التويمه، تنكبو مع الجنيب صلاه النبي، وتنغطي عليها وتنقص تنقص، تنخليها تطيب على خطرها على المهل، تنخليها تطيب على خاطرها على المهل على المهل فوالا، حتى ديك الفول تاي على المهل تيتصوب، ونتلاقاو عاد نكملوه. ماشي كومبليكي ولكن عنده دو ايطاب باش تيجي لذيذ ومقلي فوالا. دابا هادي ملي تيدير هكذا تيقرب يطيب، تنحيد هادي تندرلو الليمون مصير، بسم الله بسم الله، باش ندقلو انا تيعجبني الليمون، باش ندقلو نص لويمينه شفتي هكذا مصيره، باش ندق انا نصيص انا نصيص يعني ربيع ماشي نصيص ربع ربع، وتندق فوالا تنديك الطريطقه ديال الكمون، ما تنديرش الكمون بزاف، هي الطريطقه هكذايا. على فكره باش ندير له شويش ديال الحرور، انا في الفلفله الحمراء ما تنديرهاش. هذا دابا هذا الفول ديال الدار ديال الجرده لونه كحل سبحان الله، باش ندير له الليمون عاد باش تيسخى لونه، باش نزيد الزبيده بلديه، باش نزيد قطرات زبيده بلديه صلاه على النبي، ونخليه يكمل طياب الشرب ديك المريقه باش نتقلى. وصلت عندي الزيت البلديه ما تنديرهاش في الاول ابدا، باش ما تطبخش وتضيع لها المجهود ديالها، ولا تنخليها حتى للتالي باش تبقى ديك النكهه. دابا سلام وجد شنو تندير له، انا معكم نحيد هاد اللوينات، وتاني معكم في ديك الصوص اللي تقلى فيها. دائما الا تجيني مثلا الزيت زايده او شي حاجه تنصفيها ما تنخليهاش. كل واحد كيفاش تيدير له، بسم الله باش نزيد. شفتي ما تنديرش الفلفله الحمراء نهائيا، ما يعني الا ما كانتش الفلفله مصوبه على اليد ما تنديرهاش مع هذا السلطه، اللي انا الاغلبيه انا ما تنديرش الفلفله الحمراء، ان بزاف الحاجات تيضغوا كل واحد يعني حر في راسو، حبيتو ديرو فلفله حمراء تقدروا تزيدوها. فوالا شفتي هو هذا، وهذا الفول ماشي مشغمل ماشي مضغمر ماشي يعني على طريقه ديال اختي الله يرحمها، تيجي لذيذ بالله الحمد لله، حتى حاجه وسهله. هي انا دابا طولت فيه حيت ما هو عندك نص ساعه وانتينا واجده على طويصل ديال الفول الديد بزويته بلديه والليمون مصير، وما فيه حتى شي حاجه طبيعي، فيه كوي منه تويمه والقزبر والمعدنوس ومطيشه. تنتمنى الله يعجبكم.